نيفيان؟ معلش يا حمدي هنقلق منامك. ايه ده؟ نيفيان! بحبك يا نوح ومستعدة أسيب الدنيا كلها عشانك، وموافقة كمان أسيب معسكرنا وأجي أعيش معاك في معسكركم. وأنا هشيلك في عناية وهفضل أحبك طول عمري. أنا أسعد واحد في الدنيا النهاردة. الواد ده بيعمل ايه هنا؟ نوح ما ينفعش تعصب نفسك النهارده يا عريس. مين ده وعايز ايه؟ ده بوبي. بوبي ده كل حياتي وهو اللي اقنعني اني اتجوزك، وبصراحه يعني ما فيش حاجه مضايقاني غير ان انا مش هشوف بوبي تاني. لا يا حبيبتي ما تزعليش نفسك، اخليكي تيجي تقابليه هنا زي ما بنتقابل. انت في تعبان عضك في بقك يا نيفيان؟ لا لا ده نيفو زي ما هي وكله طبيعي وزي القمر، انت بس اللي النهارده شايفها بشكل مختلف. نوح انت واخد فورتيكه المعسكر بتاعنا، وخد بالك نيفو وراها رجاله او راجل واحد يعني اللي هو انا. هشرفك. هي حكيت لي عنك كتير قوي، عايزك تاخد بالك منها قوي يا نوح. هشرفك. ونوح بليز اياك تلمسها. هشرحك. انت عبيط يالا، امال انا متجوزها ليه؟ ايوه صح عندك حق، المسها طبعا براحتك دي مراتك، انا اسف انا بس خدني التعبير. نوح انا عايزك تاخد بالك منها. البنت يا نوح زي الفراشه الجميله اللي جناحاتها ملونه، طول ما انت سايبها حره هتستمتع بجناحاتها دي، لكن لو مسكت عليها جامد قوي هتكرمش جناحاتها ومش هتستمتع بيها، وهتشوفها بشكل انت مش عايز تشوفها بيه. بص يا نوح، نوح انا عارف ان فتحه النفق من هنا للمعسكر بتاعك ضيقه قوي، بس لو عرفت ان انت زعلتها اقسم بالله هوسع الفتحه جدا وهجيبك.